عم نحكي عن قطاع عانى صراحة في السنوات الأخيرة، قدراته الاستثمارية ضعفت بسبب الظروف اللي مروا فيها، وبالتالي هلأ عم في مفاوضات بيننا وبينهم بهدف إدخال تقنيات الجيل الخامس للأردن، ولكن إدخال تقنيات الجيل الخامس تتطلب من طرفهم استثمارات عديدة. كلاتنا بنعرف أنه الجيل الخامس ما بيكون عائده مباشر، بيحتاج فترة طويلة ليحقق العوائد المرجوة منه. كم بدها تقريبا استثمارات من وجهة نظرك؟ كمبلغ أتوقع يعني الفاتورة الأولى مش أقل من 150 مليون دولار، هذا في المصاريف الرأسمالية، هذا يعني ممكن بيوصلوا 40-50% تغطية، راح يحتاجوا ضعف هذا المبلغ ليوصلوا التغطية المطلوبة حسب المشاورات احنا وياهم. المصاريف التشغيلية بتزيد بشكل أكبر، لأنه يعني أكيد مصروف الطاقة راح يزيد ومصروف الصيانة والتشغيل راح تزيد، فهذا هاي تكلفة متكررة كل سنة راح تزيد عليهم، وبالتالي إحنا بدورنا عم نحاول نوصل معهم لتفاهم إنه إحنا كيف بنقدر نعطيهم حوافز معينة بحيث إنه هم ما يتأثروا بهذا الاستثمار سلباً. وإن شاء الله يعني إحنا في النهايات إن شاء الله يعني في نوع من التوافق. ممكن تعطينا أبرز أو ملامح هاي الحوافز؟ مثلاً إحنا عم نحكي عن تمديد عمر رخص، عم نحكي عن إعادة هيكلة المشاركة بالعوائد اللي عليها خلاف قديم جداً، عم نحكي عن خصومات على أسعار الترددات في حال احتاجوا يزيدوا سعات الترددات اللي موجودة عندهم الحالية، إلى جانب بنحكي عن ترخيص ترددات الجيل الخامس بالسعات المطلوبة، وباستخدام نموذج يعني من المنطقة، يعني درسنا كل النماذج في المنطقة وأخذنا أقرب نموذج للأردن. يعني عندنا برنامج متكامل اسمه الشباب والتكنولوجيا والوظائف في وزارة الاقتصاد الرقمي، وتديره وزارة الاقتصاد الرقمي، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات تتعاون مع شركات الاتصالات كمان لتضيف دعم إضافي أو تحقق دعم إضافي وتمكين إضافي للشباب. البرامج الموجودة عندنا، في عندنا برامج بتخص دعم الرواتب للشركات الصغيرة والناشئة خاصة اللي بدهم يطلعوا خارج العاصمة عمان، في دعم لانتشارهم وتوسيع أعمالهم خارج الأردن أو خارج عمان، في مشاريع بتدعم منصات الجيج إيكونومي اللي هي التشغيل الذاتي أو العمل الحر، في عنا برنامج محور كامل لدعم سد الفجوة ما بين العرض والطلب بما يخص المهارات الرقمية المطلوبة للعمل، فبناخذ الخريجين بيكون في برامج خاصة مبنية على حاجة القطاع الخاص وبيتم تدريبهم لتوظيفهم بالقطاع الخاص، في عنا برامج بتخص اللي هي نشر الوعي والترويج للأردن كوجهة استثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والريادة، إلى جانب في مباحثات الآن الأردن كان في عنا صندوق الريادي اللي أنشأه البنك المركزي للاستثمار بريادة الأعمال، وهلأ كم حجبه تقريبا؟ البنك المركزي أعتقد 100 مليون وهلأ الوزارة 100 مليون دولار، وهلأ الوزارة في عندها كمان مفاوضات مع إحدى الأشقاء العرب على إنشاء صندوق للاستثمار في الشركات الريادية الواعدة اللي عندها القدرة تنتشر إقليميا وعالميا. إن شاء الله أنه مننتهي من المباحثات قريبا ونعلن عنه، حوالي 100 مليون دولار، ولكن لازال قيد المفاوضات. يعني بحسبة سريعة أظن الاتصالات لوحده منحكي بحوالي 3% يمكن أو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. الاتصالات مع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام بنحكي عن حوالي 6-7% شيء زي هيك، يعني بدك صراحة عم بحاول أحسبها بس مش بس يعني بنحكي بها. يعني شوف احنا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحكي عن حوالي 2 مليار دولار إيراداتهم السنوية، ولكن عندهم هذا أثرهم المباشر، عندهم أثر غير مباشر في دعم الاقتصاد
من خلال توفير الوظائف والانتشار في كل المحافظات ودعم شركات الأخرى العاملة في الأردن أو اللي بتعمل على خدمة قطاع الاتصالات. احنا عندنا برنامج متكامل اسمه الشباب والتكنولوجيا والوظائف في وزارة الاقتصاد الرقمي وتديره وزارة الاقتصاد الرقمي، وهي تنظيم قطاع الاتصالات تتعاون مع شركات الاتصالات كمان لا تضيف دعم إضافي أو تحقق دعم إضافي وتمكين إضافي للشباب. البرامج الموجودة عندنا، في عندنا برامج بتخص دعم الرواتب للشركات الصغيرة والناشئة خاصة اللي بدهم يطلعوا خارج العاصمة عمان، في دعم لانتشارهم وتوسيع أعمالهم خارج الأردن أو خارج عمان، في مشاريع بتدعم منصات الجيج إيكونومي اللي هي التشغيل الذاتي أو العمل الحر، في عنا برنامج محور كامل لدعم سد الفجوة ما بين العرض والطلب بما يخص المهارات الرقمية المطلوبة للعمل، فبناخذ الخريجين بيكون في برامج خاصة مبنية على حاجة القطاع الخاص وبيتم تدريبهم لتوظيفهم بالقطاع الخاص، في عنا برامج بتخص اللي هي نشر الوعي والترويج للأردن كوجهة استثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والريادة، إلى جانب في مباحثات الآن الأردن كان في عنا صندوق الريادي اللي أنشأه البنك المركزي للاستثمار بريادة الأعمال، وهلأ كم حجبه تقريبا؟ البنك المركزي أعتقد 100 مليون وهلأ الوزارة 100 مليون دولار، وهلأ الوزارة في عندها كمان مفاوضات مع إحدى الأشقاء العرب على إنشاء صندوق للاستثمار في الشركات الريادية الواعدة اللي عندها القدرة تنتشر إقليميا وعالميا. إن شاء الله أنه مننتهي من المباحثات قريبا ونعلن عنه، حوالي 100 مليون دولار، ولكن لازال قيد المفاوضات. يعني بحسبة سريعة أظن الاتصالات لوحده منحكي بحوالي 3% يمكن أو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. الاتصالات مع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام بنحكي عن حوالي 6-7% شيء زي هيك. يعني بدك صراحة عم بحاول أحسبها بس مش عارف، بس يعني بنحكي بها. يعني شوف إحنا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحكي عن حوالي 2 مليار دولار إيراداتهم السنوية، ولكن عندهم هذا أثرهم المباشر، عندهم أثر غير مباشر في دعم الاقتصاد من خلال توفير الوظائف والانتشار في كل المحافظات ودعم شركات الأخرى العاملة في الأردن أو اللي بتعمل على خدمة قطاع الاتصالات.